كلام الشاهد اللي يجي، واحنا يعني ننزه مجلس القضاء عن اللغو انه نجيب شاهد ما عنده يعني شنو جاوب المحكمه عن القياده العامه او عن رئاسه اركان الجيش. لازم ضابط. المتهم صابر عبد العزيز حسين. هاشم احمد. فرحان مطلق صالح. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نعم. أنا حقيقة يعني ما ألوم الشهود، لأنه ناس هم برتب كبيرة عاملين بالقوات المسلحة، وعدد كبير منهم عاملين بالاستخبارات. جهة بإشراف المحكمة هي سعت معاك، وصلتني لل المكان يعني المطار. نعم. مجيء، وكانت هناك طائرة معدة لنقلهم، وهذا مساعدة طبعا جدا. وهيئة الركن الموجودة سواء مغر عملية الأنفال المرتبة بالأولى أو بقائد الفريق الأول، أكو هيئة ركن اللي هم 3-4 ضباط معنيين. عندك مستمسك رسمي؟ نعم. مستمسك عندك هوية بين قوسين سابقا؟ نعم. صابر هو اللي صعب نفسه لإحضاره. يعني ما جلت أنا أتبرع من النظام السابق ومن القرارات اللي اتخذها. أنا يشرفني أن أعمل مع النظام السابق، مع البطل صدام حسين، البطل عن وحدة العراق وسيادته. هذا يشرفني. اسكت اتهسي. أنا ما اسكت. ليش تمنعني من اسكت؟ ليش تمنعني من الكلام؟ اتخذ اجراء قانوني بحقك. انا ما اقبل هذه. اتخذ اجراء قانوني بحقك. ترى انا سجين. اقعد واسكت. شو تسوي لي؟ اسكت. كان جراء العمليات العسكريه الناجمه عن التمرد الدوله كانت. انا المعلومات اللي عندي انه اللي قصف حلب شب الكيماوي هو ايران وليس الجيش العراقي. هاي المعلومات اللي قصف. قسم يسخروا من عندنا، يقول لك والله انتم يعني ايش عندكم؟ ايش عندنا؟ عندنا بلدنا. يعني اولا احنا ابناء الحرب الامريكيه، ضد الحرب الامريكيه. A UN branch used an American plane to spy over Iraq. For its purposes, while America is preparing a war against Iraq. It's unjust, you see. And the conclusion was that Mr. Blix will be here, as I heard this morning from the Foreign Ministry, on the 8th.